بالمدير مشوى لا تخاف شيء؟ لا ما خاف. ما تروح عجلني؟ خلاص ما عجلش عم تمشي عجل. نتابع اليوم عمل الفرق ضمن اليوم الاول من حمله لقاح الخصب القاسي الالماني التي تستهدف ولاول مره ضمن مستهدفها الجديد الاطفال من عمر 5 سنوات وحتى عمر 15 سنه. طبعا يقوم بالحمله فريق لقاح سوريا بتعاون مع مديريه الصحه السوريه، وكذلك الامر نشكر مديريه التربيه لتعاونها مع فرق اللقاح لتسهيل عملها ضمن المدارس لتلقيح الاطفال المستهدفين. طبعا الفرق مدربه ومجهزه، واللقاح آمن وفعال لسلامة الأطفال. اللقاح هو كجرعة داعمة للحصبة الألمانية اللي بتعتبر مرض يؤدي إلى الوفاة. طبعا الحملة بتستمر إلى مدة 15 يوم، الأعمار تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة. طبعاً المراكز تتوزع على المساجد والمستوصفات والمدارس. محمد بطل فرقتين حمله لقاح الحصبه الالمانيه، الحمله الاولى من نوعها تستهدف الاطفال من 5 سنوات لل 15 سنه. طبعا اهميه الحمله تاتي تفشي مرض الحصبه، والمرض الحصبه هو مرض فيروسي ومعدي ينتقل عن طريق الاحتكاك والاوذات، واكثر شيء موجود هذا ضمن المدارس. هرب الشوارع.